هاي. مثل ما في مظاهرات محقة عرفت شهرة عالمية، بيشهد العالم بشكل مستمر مظاهرات غريبة كتير. قادة مجموعة سيركا المؤلفة من مهرجين حقيقيين مجموعة من التظاهرات بأزياء الكلاونز بالمملكة المتحدة، من بين الاعتراض على زيارة جورج بوش للملكة سنة 2003. سنة 2007 قاد كنديين من ليدر حركة اعتراضية خارج الشارع من خلال إصدار رزنامة بتضم صور لأشخاص بدون ثياب داخل الجوار على الطرقات وبيعها ب$20، فرضخت الحكومة لطلبهم وصلحت الطرقات. سنة 2009 تجمع أكثر من 3000 مزارع ببروكسل أمام مبنى الاتحاد الأوروبي للاعتراض على خفض سعر الحليب، وصاروا يحلبوا بقراتهم ويكبوا الحليب على رجال الشرطة. مين قال إنه الشعب مصدر السلطات شو ما كان نظام البلد؟ أنا قال. شوفكم بكره.